بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ من يذكر لي خلاصة كتاب الطهارة؟ إخواننا، خلاصة كتاب الطهارة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فقط. نعم، تقدم. كتاب الطهارة، وقلنا أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الشرك والبدع والمعاصي، وهذه أهم ما يكون، وتسمى بالطهارة المعنوية. أما القسم الثاني ما يتعلق بالطهارة الحسية. فالطهارة الحسية تنقسم إلى طهارة من الحدث سواء كان أكبر أو أصغر، أو طهارة خبث للبدن والبقعة والثوب. طهارة من الحدث الأكبر تكون بالاغتسال، والاغتسال ينقسم إلى قسمين: اغتسال كامل مستحب، واغتسال مجزئ. وللحدث الأصغر تكون بالوضوء. أما طهارة الخبث فيكون بنجاسة مخففة أو مغلظة أو متوسطة. النجاسة المغلظة نجاسة الكلب، إذا ولغ في الإناء يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. ونجاسة مخففة يجزئ فيها النضح، وهو رش الماء فقط بلا عصر. المذي سائل ليس له لون، يخرج عند الشهوة والتفكير، ناقض للوضوء، نجس إذا وقع على الثوب، ينضح أي يرش بالماء فقط دون عصر. تغسل الذكر والخصتين عند خروج المذي. الثاني فيما يزال بالنضح فقط: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ذكر دون الفطام دون سنتين، يتغذى في الغالب على حليب الأم. إذا بال على ثوبك تضع عليه، ترش عليه الماء فقط نضح. الثالث المني، وهو طاهر. المني سائل أبيض له رائحة، يخرج دفقا بلذة. نعم، فإذا خرج دفقا بلذة فهو موجب للاغتسال. وإذا وقع على الثوب، إذا كان رطب فماذا نصنع به؟ ينضح. وإذا جف يحت. وإن صلى وعلى ثوبه مني، الصلاة طاهر، لأن المني طاهر. خلقة الإنسان، أصل خلق الإنسان. نعم، الطهارة تكون بالماء وهو الأصل، أو بالتراب وهو الفرع. والماء ينقسم إلى قسمين: طهور وهو الماء الباقي على خلقته، وإن تغير بشيء لكن لم يؤثر فيه، أو تغير بغير النجاسة فهذا لا يؤثر طالما أننا نطلق عليه اسم ماء. مياه العيون والآبار والبحار، نعم. العصير، لا، عصير هذا ليس بماء. فإن تغير هذا الماء، تغير عندنا إذن الضابط الأول التغير، والثاني يتغير بنجاسة، خرج بهذا ما لو تغير بشيء غير نجس، أوراق سقطت فيه مثلا، تغير الماء الآن هنا، الآن هذا الماء أسقط عليه في هذا الماء،
تغير بنجاسة؟ هل خرج عن كونه ماء؟ لا. طيب، إذن ينتقل إلى ماء نجس إذا تغير، خرج بهذا ما لو وقعت في نجاسة ولم يتغير. إذن الضابط الأول أن يتغير بماذا؟ بنجاسة تؤثر فيه، تغير. وعندنا ثلاثة أمور: تغير اللون، يتغير اللون من أبيض إلى أصفر مثلا، أو الريح الرائحة، أو الطعم، مفهوم؟ لكن بنجاسة. وقلنا تتحرى في الماء القليل أكثر مما تتحرى في الماء الكثير، لأن الماء القليل مظنة لحمل النجاسة خلافا للكثير. نعم، وغيرها. من يذكر لي ماذا أخذ؟ نعم، فتح الله عليك. النجاسة. نعم، الأشياء النجسة، حتى تعرف الأشياء النجسة عندنا ضابط حتى تعرف بها الأشياء النجسة. بول الآدمي وعذرته، يعني البول الغائط من الإنسان، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، صح؟ حي أو ميت؟ نعم، لأنه إذا خرج من الميت شيء من قبله ومن دبره فهذا بوله غائط نجس. نعم. طيب، هذا الأول. الثاني، بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجس. السباع، بول الحمار نجس، روث الحمار نجس، بول الكلب، بول الخنزير، بول البقر، بقرة يا رجل، اسمها بقرة كورن ولا ايش سموها بالفرنسي؟ المهم بقرة، ها؟ نجس. لا، لأنه ما يأكل لحمه. طيب، بول وروث ما لا يأكل لحمه نجس، بول وروث ما يأكل لحمه طاهر. الثالث، الميتات كلها نجسة إلا الآدمي وميتة البحر وميتة الجراد. بقي معنا ما لا نفس له سائل، يعني إذا قتل أو ذبح لا تسيل منه الدم، البعوض، الذباب، نعم، الحشرات. نعم، لأنه عندما تقتلها قد يخرج منها دم لكن لا يسيل مثل ما يسيل من البقرة مثلا. والدليل حديث الذباب، نعم، إذا سقط في الإناء تغمسه وتشرب ولا أشكال. تعيد. كل ما يخرج من السبيلين، لا حول ولا قوة إلا بالله. أشياء نجسة، بول الآدمي وعذرته، البول الغائط من الآدمي، حي ولا ميت ولا ذكر ولا أنثى ولا صغير أو كبير. الثاني، بول وروث ما لا يؤكل لحمه وما لا نفس له سائلة تسيل. النفس هنا معناها الدم، والميتات كلها نجسة، ميتة إلا ميتة الآدمي، ميتة البحر والجراد، قلنا هذا ما لا نفس له سائلة هو البعوض. أجلس. طيب، يبقى مسألة يذكرها الفقهاء هنا، يقول: ما أبين من الحي فهو كميتته، ما أبين يعني ما قطع من الحي فهو كميتته، ما قطع من الحي
فهو كميته. ننظر الآن، هذا الأخ وهو يصيد خرجت له نصف سمكة، طبعا ميتة، خرجت ميتة ما يدري، يعني هو علقت في السنارة أو جاء شيء وأكل، المهم خرجت ميتة، نصف رأس ذيل جزء من السمكة خرج له في السنارة، ماذا أصنع؟ ننظر، ما أبين من الحي فهو كميتته، ميتة السمك طاهرة وحلال يأكلها ولا إشكال، مفهوم؟ نعم. قطع إصبع إنسان، إصبع إنسان، ها ماذا تقول فيه؟ نجس؟ ننظر، إذا مات الإنسان ميتته، قلنا الميتات كلها نجسة إلا ميتة الآدم، إذن هذا الإصبع ليس بنجس، إلا الميتة ما أبين من الحي، ما قطع من الحي فهو كميتته، إلا الطريدة والمسك وفأرته. الطريدة هذا يتبع الصيد غزال، وأدرك قال بسم الله وقطع منها شيء، قطعة من لحم مثلا، فهل هذه نجسة أم لا؟ ننظر، ميتة الغزال يا أخي، ميتة الغزال نجسة أو لا؟ نجسة. هنا استثنينا، قلنا إلا الطريدة، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيدوا أحيانا بهذه الطريقة، مفهوم؟ طيب، والمسك، المسك وفأرته، المسك، المسك طيب، أين يؤخذ؟ من الغزال، بعض الغزلان نوع خاص من الغزلان يسمى غزال المسك، يسمى غزال المسك، تخرج في يعني أسفل من السرة وكذا يقال، المهم هي دم المسك دم لكن طاهر، والفأرة يعني الوعاء هذا من جلد الذي يكون فيه المسك، إذا أردت أن تعرف هذا أرجع إلى جوجل ولا كذا تجد ونفتح. أراد أن يمدح الخليفة، والخليفة بشر، فكيف يمدحه؟ قال قال لئن فقت الخلائق وأنت منهم، قال أنت ارتفعت على هؤلاء، يعني من ليس كل البشر، يعني هؤلاء الذين أنت يعني خليفة عليهم، كما فاق وارتفع المسك، لئن فقت الخلائق وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، قال دم الغزال كل ما يصلح، هؤلاء الرعية وأنت مسك. نعم، طيب انتهينا من هذا، غير هذا ماذا أخذنا؟ نعم نعم، النساء في الحيض، ما هو الحيض؟ الحيض هو دم طبيعة خرج بهذا دم الفساد، دم طبيعة يخرج من المرأة، والنساء في هذا الباب ثلاثة أقسام، من أسهل الأبواب وأعلم الناس بهذا النساء، فاترك هذا الأمر للنساء إلا المتزوجين. نعم، ننظر، عندما تأتي المرأة وتقول هذا الذي يأتي دم فساد، يعني نزيف، جاء نزيف في الدم أو استحاضة أو حيض، هل لك عادة معلومة، يعني أيام معلومة وتأتيك العادة منتظمة في كل شهر؟ تقول نعم، يأتي الحيض في أول كل شهر هجري، دائما في الشريعة أشهر هجرية، في أول كل شهر خمسة أيام، فهذه
معتادة لها عادة معلومة، تبقى هذه العادة المعلومة. إن نزل الدم في اليوم السادس فهو استحاضة لا تلتفت إليه، تصلي وتصوم نعم وتوطأ نعم. الثاني من النساء، هل لك عادة معلومة؟ قالت لا. هل تفرقي بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قالت نعم. كيف تفرقي؟ قالت أفرق باللون، دم الحيض دم أسود، لو جرحت الآن دم أحمر، قالت أفرق باللون، مميزة. دم الحيض له رائحة، جرحت الآن ويخرج دم ليس له رائحة. الدم هنا إذا خرج منك أول ما يخرج يسيل ثم يتجمد يتخثر، دم الحيض على العكس يتخثر في الأول ثم بعد هذا يسيل. فقالت أنا أميز، فهذه مميزة. إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة فالذي ينزل منها وتميز أنه حيض فهو حيض، تميز فهو غير الحيض فهو استحاضة. تترك الصلاة والصيام ولا توطأ نعم في الأيام التي تميز فيها الدم أنه دم حيض، وبعد هذا تصنع ما شاءت هنا نعم. الثالثة ليس لها عادة معلومة ولا تميز، الدم يأتيها في كل السنة في كل الأشهر دم ينزل، هل لك عادة معلومة؟ قالت لا. هل تميز؟ قالت ما أميز، كل الألوان. فهذه متحيرة في نفسها وحيرتنا معها، فماذا تصنع؟ تنظر إلى قريباتها، كم أيام الحيض عندهم؟ 5 أيام، إذن تترك الصلاة 5 أيام في أول كل شهر هجري، مفهوم؟ والباقي تعتبر استحاضة، مفهوم؟ نعم. من عليه حدث أكبر أصغر ماذا يحرم عليه؟ لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء. وتزيد الحائض، هذه 5 أشياء ونزيد عليها، لا توطأ لا تجامع ولا تصوم ولا تطلق، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الطلاق، مفهوم؟ طلاق الحائض فتح الله عليك، غير هذا نعم. أخذنا نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، وزوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. وقلنا الأصل أن النوم غير ناقض، لكن هو مظنة لخروج الريح، فإذا كان يشعر بنفسه انتقض وضوءه، لا، إذا كان يشعر لا لم ينتقض، وإن لم يشعر انتقض وضوءه حتى ولو لحظة. والردة محبطة لكل الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. وأكل لحم الجزور ومس الفرج، مع أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يستحب له الوضوء كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. أما الخارج الفاحش الأصل أنه غير ناقض إلا إذا كان من جنس البول والغائط. مثال، لديه جرح، هذا الجرح تخرج منه أشياء، قيح، صديد، ماء، متغير اللون، سوائل، ناقض الوضوء؟ لا، والحمد لله، مفهوم؟ اجلس فتح الله عليك، غير هذا. شروط المسح على الخفين، ذكرنا شروط المسح على الخفين ما شاء الله، بسم الله.
الشرط الأول أن يدخلهما على طهارة، يعني طهارة غسل الرجلين بالماء، وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء. خرج بهذا، ما لو توضأ لصلاة الفجر، لبس الجوربين، ثم جاء قبل صلاة الظهر الآن مسح، الآن هو متوضئ، خلع الجوربين، انتقض وضوءه؟ لا، لكن انتقض المسح، ما يستطيع يمسح الآن حتى يغسل الرجلين بالماء وضوء كامل. سؤال ثاني، توضأ صلاة الفجر وغسل الرجلين وضوء كامل مع غسل الرجلين، ثم لبس الجوربين، جاء إلى المسجد، خلع الجوربين بعد 10 دقائق أو بعد صلاة الفجر، لبس الجوربين، هل يمسح؟ إذا انتقض وضوءه لا يمسح، وإذا لم ينتقض يمسح، لأنه أدخل الآن جوربين على طهارة غسل الرجلين بالماء في وضوء كامل. تمام، هذا الأول، يدخلهما على طهارة. الثاني التوقيت، أن يمسح في الوقت، كم؟ يوم وليلة المقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة. متى يبدأ الوقت؟ يبدأ الوقت عندما يمسح، يبدأ هنا التوقيت. يعني مثال، الآن هذا الأخ ذكي مقيم هنا، لكن يريد أن يجعل المدة طويلة، ماذا صنع؟ توضأ وغسل الرجلين، متى؟ قبل صلاة الظهر، ولبس الجوربين، وظل على وضوئه، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، يصح؟ صح، لا إشكال. نام بعد العشاء، استيقظ صلاة الفجر الساعة 6 مثلا، قيام الليل، استيقظ الساعة 6، توضأ، مسح، الآن بدأ التوقيت، مفهوم؟ نعم. صلى الفجر، يصلي الآن ما شاء إلى الساعة 6 في اليوم الثاني، قبل أن تأتي الساعة 6 بدقيقتين توضأ ومسح، يصح؟ يصح، ما انتهى الوقت الآن، مسح، دخلت الساعة 6 الآن، انتهى وقت المسح، ما يستطيع يمسح، ينتقض وضوءه؟ لا، يستطيع أن يصلي الفجر والظهر والمغرب والعشاء، ثم ينام، وإن شاء الله صلاة الفجر اليوم الثالث يخلع ويتوضأ، صحيح؟ أي نعم. التوقيت هذا الثاني. الثالث أن تكون طاهرة، خرج بهذا ما لو كانت نجسة، والأصل الطهارة. أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. خامس، أن تكون ساترة لغالب العضو، خفيفة يمسح عليه لا إشكال، يرى منها شيء، يرى القدم لا إشكال، طالما أنها تستر جميع غالب القدم، حتى وإن ظهر الكعب لا إشكال، فتح الله عليك. المسح على الجبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، أصلا ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الكسر، سميت بهذا الاسم من باب الفأل، صحيح؟ تقول للأعمى، تسمي الأعمى إيش؟ بصير، الأعمى تسميه بصير، والأرض التي ليس فيها ماء ولا كلاء مفازة، وتسمي الذي نصعد عليه سلم من السلامة وهو في الغالب ندامة، وتسمي الذي قته حي وعقرب بماذا؟ سليم، وهو سقيم، وتسمي الركب عندما يخرج للتجارة وكذا
تسميهم قافلة، يعني راجعة وفي الحقيقة ذاهبة. هذا كله من الفعل يا رجل، توحيد هذا. نعم فعل، يحب النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن والاسم الحسن. تسمى جبيرة، توضع على الكسر، يصح أن يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وإذا وضعت على غير طهارة يصح المسح عليها ولا إشكال، خلافا الجوربين. لكن تنتهي مدة الجبيرة بانتهاء عندما يخبر الطبيب بنزعها، ينزعها مباشرة. مفهوم؟ كيف يمسح على الجوربين؟ يمسح على الظاهر، يصح أن يمسح باليد بباطن اليد اليمنى على ظاهر القدم اليمنى واليسرى على اليسرى في وقت واحد، أو يمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى، لا إشكال. أما الجبيرة يمسح على جميعها، مفهوم؟ طيب، هل يصح المسح على العمامة؟ نعم، إذا كانت على الصفة التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن تمسح المرأة على خمارها؟ نعم، وهذا فيه تخفيف، خاصة الآن أيام البرد، مفهوم؟ نعم، حتى وإن لبست الخمار على غير وضوء يصح المسح ولا إشكال، مفهوم؟ هل يصح المسح على الطاقية؟ على هذه الشماغ لا يصح. هذا الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، فتح الله عليك. نعم، ذكرنا صفة الوضوء وصفة الاغتسال وصفة التيمم. نعم، طيب، وغيره. نعم، ذكرنا موجبات الغسل، ما ذكرنا؟ اي اوقف. موجبات الغسل: خروج المني دفقا بلذة، يعني يخرج بقوة ولذة، ويحصل بعد هذا فتور للبدن. خرج بهذا، ما لو خرج المني بعد أن اغتسل مثلا، اغتسل لخروج المني دفقا بلذة، ثم هذا اغتسل فخرج منه مني، هنا يتوضأ فقط لأنه لم يخرج دفقا ولا بلذة. التقاء الختانين، الطهارة من حيض ونفاس، إسلام الكافر، وموت غير الشهيد. نعم، لأن الشهيد لا يغسل. نعم، فتح الله عليك. غير هذا؟ نعم، نعم، انه ما لابد الا يتجاوز قدر الحاجه. من يعرف هذا؟ الطبيب هو يحدد، لانه احيانا الطبيب يزيد شيء من باب انها يعني تتماسك، فهذا الذي يعرفه الطبيب يحدده الطبيب. نعم، فتح الله عليك. طيب، ذكرنا أشياء تتعلق بالفطرة، قلنا مهم جدا يا إخوان تعلم الناس السواق. من يذكر لي يا إخوان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي، ما حكم السواق؟ سنة مرضاة للرب، يستحب في كل وقت، ويتأكد عند الانتباه والتغير والوضوء والصلاة، قراءة القرآن، عند النوم، دخول المنزل، عند الموت. نعم، نعم. بماذا استاك؟ بعود لا يضر ولا تفتت وينقي الفم، وإن لم يجد بخرقة، فإن لم يجد بإصبعي. طيب، أجلس، فتح الله عليك. ذكرنا حلق العان، حلق الشعر الخشن الذي يكون حول القبر، القبل، سواء كان من ذكر أو من أنثى، يحرم ترك هذا الشعر أكثر من 40 يوم.
وأحيانا قلنا قد يحتاج إلى الحلق في أسبوع، وكذلك يقال هذا التوقيت في نتف الإبط وتقليم الأظافر. حلق العانة وإن استعمل مثلا بعض الوسائل الحديثة يصح لا إشكال، مفهوم؟ طيب، يعني وسائل الحديث هذه التي تزيل الآن. أيضا الختان، الختان بالنسبة للرجال فهو واجب، وبالنسبة للنساء مستحب إن احتاجت له، وهذا يعرف من قبل المختصين، يعني من يختص في هذا. طيب، وذكرنا لكم فيما تقدم أن الكافر أول ما يؤمر به الختان، صح خطأ؟ خطأ، لا يؤمر بشيء، يؤمر بالإسلام، فإن دخل في الإسلام نخاطبه بكذا وكذا وكذا. نعم. طيب، نبدأ بكتاب الصلاة. انتهينا ولله الحمد من كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. الصلاة، ما هي الصلاة؟ قال الحائط للوتد: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. لا تسألني أنا، أسأل الشيخ زهير. ما هي الصلاة؟ تعريف الصلاة أخواننا، الصلاة لغة الدعاء، لا تهتم لهذا التعريف، نريد تعريف الصلاة شرعا. نعم. فتح الله عليك، لابد أن يقول عبادة تتضمن، لأنه لو صنع الحركات دون أن ينوي صلاة باطلة. عبادة تتضمن أقوال وأفعال، إذن عبادة أقوال وأفعال مخصوصة في مواضع مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. الله يفتح عليك. ما حكم الصلاة؟ سبحان الله إخواننا، ماذا بكم إخواننا؟ حكم الصلاة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي. الصلاة ركن من أركان الإسلام، واجبة على الرجال والنساء ومن وعلى الحر والعبد، صحيح، حتى على المميز تجب عليه الصلاة، ثابتة أو ثبت وجوب الصلوات الخمس بماذا؟ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي نعم. طيب، ما حكم صلاة الجماعة؟ من يعرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي، أنت. أي نعم. أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين، إن لم نقل أن الجماعة على الرجال البالغين شرط في صحة الصلاة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا معناه أنه لو صلى البالغ العاقل الذكر في بيته بغير عذر فصلاته باطلة. هذا على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أعلم مني ومنك، صح؟ اجلس. تريد ترد كلام شيخ الإسلام؟ الله أداك الله. نعم، هذا حكم صلاة الجماعة.
شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، مقدرات الصلاة، بإذن الله نأخذها بعد صلاة العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع لما أحب ورضى، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. فقط للنساء، الله يحفظكم، يعني الاصل ان الاولاد الصغار ممنوعين في الدرس، ففيه نساء جاوا يستفدوا وفيه نساء جايين من الاولاد ديالهم، فهناك لو كان ارتاح او ان المراه اذا ما استطاعت يعني ان تحافظ على ولدها تخرجوا من المراه. بارك الله فيكم. دونك بوغ لي نساء Il faudra s'occuper de son enfant parce que normalement ils sont interdits de la salle de l'origine.